خوك الا يقول لك واش ضرك الدرصه ما ضرنا درصه ولا الدراري غير باش تعرفوا انا داير واحد العشبه ما كان درصه لا والو كاين بزاف ديال الناس غيشوفوا هذا الفيديو هذا غادي يقولوا مع الثمانه السيد هذا عنده التوشي انا في الحنك واش قرصه النحله لا 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 ما كاين لا نحله لا والو هادو هما الاجواء الدراري كما كتشاهدوا معايا الاجواء هما هادو هادو صحاب بلديه اجواء رائعه وتم رائعه واخا يعني ماشي واخا يعني ماشي يعني رمضان عندهم هما عادي فهمتيني ها الشتا ديال بوليفيا الدراري فهمتيني يا انا هذا صاحب بلدي يا اخوان هما ورق لي يا بنادم انا الدري ما كاينش اللي غادي يقول شحال الساعه قلت لكم يعني بحال غنديروا الاجواء ديال رمضان يعني اللي شفت شي دابا غيقول واه بحال الاجواء ديال رمضان يعني مور المغرب تيخرج بنادم يتسارى وداك الشيء لا انا الاخوان عندهم نهار الحد ناشطين يعني الناس كتجي للجداده كاع الطوموبيلات اللي مستفين ديك الجا ما يقدروش يهضروا معاهم تقريبا المهم من 9 الفوق ما كاينش اللي يهضر معاهم ديما ماشي غير نهار واحد يعني ديما يعني المزيكا الدراري تنقطع على حسب المزيكا كما قلت لكم الطوموبيلات اللي مستاليين كاع تما ما كاينش اللي يهضر معاهم على حسب نقولوا مثلا يعني نهار الحد نهار الحد انسان كيجي يشرب قهوه كيجي جلاس وهادي فهمتيني ما كاينش اللي يهضر معاهم يعني ما يقدرش شي واحد يهضر هنا ممنوع نقولوا بالنهار ممنوع توقف ولكن من التسعود اللي الفوق يعني ممكن توقف ما كاينش اللي يقول لك شحال في الساعه او ماشي اللي ما كاينش يعني بالباله وما كملت لكمش كندخلوا في الهضره ونخرجوا ما كملت لكمش يعني كاين نقدر نقول لك مثلا اللي شاف هذه الاجواء هذا وما شاف هذيك يعني ارجنتينيه الارجنتينيه كتبع ديك التوشيات ديال السماطه ديال اليد ومربيه مع الكلب وغادي يتابعها وداك الشيء فيما مشى كاين اللي كيهزوا كاع عيني في ظهره المهم ما عليناش دابا اللي شاف هذه الاجواء هادو غيقولوا ربما الاجواء بحال ديال الاجواء ديال مثلا ديال رمضان يعني الناس خارجه مور الفطور ولا ما كان لا فطور لا ولا درا ما كان يحشي في النفس محمد انا صايم وجاي نضرب دوره ولكن راه هادو ما كان يحشي في النفس غير السبت والحد عندك الجمعه ولا السبت والحد وبدون كاع بدون يعني الايامات الاخرى ديال السيمانه وما عندهم داك الثقافه ديال الانسان يعني وصل الدار مثلا يدوش مثلا يقد الحاله يخرج مع المراه ديالو ولا مع الخطيبه ديالو ولا يمشي بوحدو ولا مع الاصدقاء ديالو يمشيو شي قهوه ولا يمشيو مثلا يعني الجريده بحال هنايا مثلا الجريده هذه المهم الجريده هذه معروفه فيه حتى الا بغيتي تبقى تلعب داكشي ديال الضامه وداكشي اللي بغيتي فيه وما انتم كتشاهدوا هذه هي احوال الاخوان نتوما المهم الدراري ما تبخلوش على داك يعني داك اللايك والبارطاج الدراري ديما غادي نجيبو لكم جديد ان شاء الله هضرت على فكره غنهضر على فكره غنهضر واحد الفكره يعني باش يعني فيديو باش ما يطلعش غير هكاك كما تيقولوا ما يطلعش يعني فيديو ما يطلعش غير ينبانو فهمتي يعني صورنا واحد شويه الاجواء شفتي الاجواء يعني جيت نهضر على واحد الحاجه اللي هي يعني مهمه بزاف اللي يعني نقدر نقول مثلا بالنسبه للعقليه البوزيتيف والعقليه ديال الناس كما مازال كنهضر مثلا كما قلت لكم واحد جوج مورايا يعني بنت ودري يعني هو الخطيبه ديالو ولا المراه ديالو عيط لواحد السيد غادي يبيع لهم قهوه وداك الشيء وغادي يشربوا قهوه مع راسهم راهو جايين جالسين كما العاده كما قلت لكم القهوه ولا ربي يعني غادي نهضر على بعض الحوايج باش ما يكونش هاد الفيديو هذا غير امبالو غنعطيكم واحد فكره الاخوان بالنسبه للناس اللي تيقولوا سلك هادي انا نكونوا الناس اللي تيقولوا سلك الا كنتي انت ديما كتقول ديك سلك في الحياه ديالك ما عمرك غادي توصل هادي يعني كتكون انت هذيك ديال سلك يعني الاسم ديالها كتسمى يعني نيجاتيف يعني انت ناقص يعني ماشي زائد الانسان باش يوصل يعني الانسان باش يوصل يعني في الحياه هادي خاصك تكون يعني زائد خاصك تكون بوزيتيف بحالاش دابا الانسان الا بغى يخرج مثلا نقدر نقول لك مثلا يعني خرجت للخدمه البارح ضربت يعني نهار كامل ضربت تمارين نهار كامل صورت 150 درهم مثلا 150 درهم
الغد ديالو نقدر نقول البارح خرج ليا 150 درهم عيان، ما خرج ليش يعني في اي ميدان كندوي عليه، في اي ميدان ما خرج ليش يعني مزيان. ولكن اليوم ان شاء الله غنمشي غادي نصور 500 درهم تغيير يعني العقليه ديالك. حيت علاش راه يعني العقليه الدراري يعني داكشي اللي تفكير يعني عنده البودير، عنده القوه يعني داكشي التفكير ديالك انت راه عنده قوه. يعني علاش راه داكشي اللي كتفكر هو اللي كتعيش، كتفكر في الميزيريا كتعيش حياتك كامله الميزيريا، كنتي كتفكر يعني تخرج من الميزيريا غيوصل واحد النهار تخرج من الميزيريا. هادشي باش قلت لكم الاخوان احسن حاجه ديما الانسان يكون بوزيتيف. يعني انت اليوم خرجت لي القضيه ماشي حتى تما، ما نتقلقش نقول واه اليوم خرج لي عيان، ولكن غدا ان شاء الله غادي يخرج لي فور، غدا غادي نصور 500 درهم. ربما غدا غنخدم ما غنصورش 500 درهم، ربما نصور 300 درهم. وقت البارح صورت 300 درهم فهمتيني، ولكن ربما غدا نقدر نصور 600 درهم ولا 700 درهم. الغد ديالو نقدر نصور 500 درهم. يعني انا كندوي على اي ميدان في الحياه، راه ماشي على خدمه ديال تماره ولا ديال الطاكسي ولا اي خدمه، يعني في الحياه ديما الا كنتي باغي توصل يعني العقليه ديالك، الا كنتي بغيتي توصل العقليه ديالك تكون بوزيتيف وما تكونش نيجاتيف، يعني ديما تبقى تفكر للقدام ما تفشلش. لو درتي حتى واحد الحاجه مثلا نقولوا حنايا، لو درتي واحد الحاجه مره فشلت لك، درتي مره الثانيه فشلت لك، يعني ما تقولش راه ما عمري غادي نوصل. تقدر تفشل مره الاولى، تقدر تفشل مره الثانيه، تقدر تفشل مره الثالثه، الرابعه تشد لك. واحد يقدر نقولوا مثلا من مره الاولى تشد له، يقدر واحد مره الثانيه، هي هذه هي الدنيا. الا كنتي راه حيت الارزاق الاخوان، اي باش نوضح لكم، الارزاق راه ما كيجيوش يعني بالنعاس، راه لا يمكن انت تبقى ناعس، راه لا يمكن انت تبقى راقد ناعس وكتسنى الرزق يجي يدق عليك في الباب، راه لا يمكن، راه انت اللي خصك تمشي تقلب عليه. راه شي قلت لكم انسان يكون بوزيتيف وما يكونش يعني نيجاتيف. ولا انا ما عندي ما ندير، غنخرج ما غندير والو، وهادو واشنو داروا هادو، وهادوك اللي قراو وهادوك اللي فعلوا، فهمتني، هادوك الناس اللي قراو شنو داروا للوالا، ما بقينا هذيك الهضره هي خاويه وما عمرك في الحياه ديالك غادي توصل. اللي كيفكر بهذا التفكير هذا ولا اش داروا للوالا ولا اش دار هذاك، واش هذاك هو انت صاحبي؟ راه ما يمكنش اصاحبي، ما تقارلياش مع بنادم صاحبي. انت خصك تشوف انت العقليه ديالك وكيفاش تبغيتي توصل. راه ما يمكنش، راه مختلفين في يعني في مختلفين يعني في التفكير. انا كنفكر حاجه اخرى وانت كتفكر حاجه، انا راه كل واحد شنو كيفكر الاخوان، فهمتيني، كل واحد كيفاش كيفكر. علاه تنقول راه انسان الاخوان يكون بوزيتيف يعني في سميتو ديالو، في التفكير ديالو، وفي الحياه ديالو، وراه غادي يوصل وغادي يوصل. ما وصلتش اليوم غتوصل غدا، ما وصلتش غدا غتوصل بعدا، يعني واحد النهار غادي توصل. ولكن غير انت لازم يكون عندك الكوراج، لازم يكون عندك الكوراج ديما، لازم يعني تكون يعني عندك سميتو يعني تكون عندك غرينطا ولا اش كيقولوا ليه. حيت علاش؟ حيت انت كما كنقول لك غندخلك دماغ، راه انت الا بقيتي ناعس في داركم، الا بقيتي ناعس في داركم والله لا درتي شي حاجه في الحياه ديالك. الا بقيتي كتسنى الناس تعاونك ولا دير، ما غدير والو في الحياه ديالك. انت براسك خصك تنوض وتخدم وتضرب تماره، ما تسنى حتى شي حد ولا شي واحد يعاونك غدا، غير يعاونك شويه توقف على رجليك ودير لاباس، وفي الاخر يقولك والله انا اللي درت له، انا اللي فعلت له، انا اللي كبرت به، انا اللي درت له. نوض اخويا الزين مع الصباح، ضرب تماره، قلب على حياتك، قلب على رزقك، وغتوصل وغدير داكشي اللي باغي انت في الحياه ديالك. هذا ما كان الرساله بغيت نوصل الاخوان، اي واحد ممكن يوصل. هادو اللي تزادوا عندهم ما تزادوش في كرش، مهم عندهم، هادي خصك تخلع في البال ديالك. ما تقوليش هذاك لا لقى عنده باه، وهذاك لقى عنده مو، وهذاك باه شكون اللي عطاه، شفتي، وهذاك مو شكون اللي عطاتو. خليونا، ما بقى يجي واحد يقول لي ولا كاين اللي كيدير الهرفه، هذيك الهضره يا خويه. كاين الناس اللي خدمت ضربت تماره بكتافها وعرقات ودارت، وعرفت منهم عديد الاخوان، فهمتيني، الناس ضربت تماره، الناس دارت بكتافها، بعار كتافها، فهمتيني. هذه هي الرساله اللي بغيت نوصل. نوض اخويا شفت هذا الفيديو هذا، ما تقولش انا ما عنديش الزهر، ولا انا داروا ليا، ولا انا مقودة عليا، داكشي كنحيدو من راسك. نوض الصباح بكري وتوضى وصلي وسير قلب على رزقك اخويا، قلب على شي خدمه،
وقلب يعني وتكون يعني العقليه ديالك نقيه وبقى تفكر لقدام، وان شاء الله باذن الله واحد النهار غادي توصل. وعقل فين قلتها لك يعني تفرجت في هذا الفيديو هذا ودرتي بعض الراي اللي قلت لك، واحد النهار غتوصل وغتقول قال هذاك الحمق اللي تفرجت فيه اللي كان عايش في بوليفيا ودار واحد الفيديو في واحد الجزيره وطاطا بقات تهضر تهضر ودرت بالراي ديالو ووصلت. وانا لو استفدت غير كلمه من هذا الفيديو هذا ولا شي حاجه اقول الله يرحمك الوالدين. وما تنساوش ديروا داك اللايك والبارطاج الاخوان، وشكرا لكم بزاف، وديما جديد وانتم جديد. يلا طلعوا في راسكم والله يحفظكم ليا والعز العز والصبر. هذه هي جزيره الدراري، هذه الناس كتشير الاخوان شير اخويا بغيت تصور مع مول الحريشه، بغيت تصور مع مول الحريشه. هنا واخا داك بوليفيا ما عندهمش الثقافه ديال ماشي كلشي، هنا بوليفيا ما عندهمش ديك الثقافه ديال التصوير بزاف فيديوهات وشير لك شي واحد كيني، ولكن هما قلال فهمت قلال. اكثريه من كتدير الكاميرا تبقى يشوف يعني تيشوف فيك واحد الشوفه شويه ناقصه، وهذه حيت ما عندهمش ديك الثقافه بزاف ديال الفيديوهات وشير وهذا الشيء. خصوصا هنا في سانتا كروز فين كنعيش انا زعما عندهم ديك المهم ديك الثقافه كاينه عاديه شويه، ولكن الاكثريه في المدن الاخرى تمشي لهم اخويا تشد التليفون يبقى يحنزو فيك كاملين، علاش تبقى تصور وعلاش. المهم تحياتي ثم تحياتي والعز لكم، ونتلاقوا ان شاء الله في اقرب وقت. تحياتي، العز.